بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الرئيس، أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة، السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، نتمنى لكم كل النجاح وأن تكلل أعمال المؤتمر بالتوفيق والسداد. كل الشكر والتقدير كذلك لمعالي الأمين العام لاتحاد دول الاتصالات وقيادة الاتحاد وجميع الدول الأعضاء على الثقة الغالية التي منحت لدولة الإمارات والتي كانت سبباً في احتضانها لهذا المؤتمر الهام. سعادة الرئيس، إن مجموعة الأولويات الاستراتيجية والبرامج والأهداف التي سيتم مناقشتها في جدول أعمال المؤتمر بناء على مدخلات الدول الأعضاء سترسم لا محالة خريطة طريق واضحة المعالم والأبعاد لتنمية قطاع الاتصالات والمعلومات في السنوات القادمة الأربع القادمة. هذه الخارطة أو ما سوف تعرف في نهاية أعمال المؤتمر بخطة العمل للقطاع وإعلان دبي سوف تشكل الحجر الأساسي لعمل قطاع التنمية بالاتحاد للفترة المقبلة، وسيكون لها تأثيراً وتداعيات هامة على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ومن هذا المنطلق فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد على أهمية التركيز على القضايا والمحاور الأساسية التالية في هذا المؤتمر، ومنها على سبيل المثال للحصر: أولاً تعزيز بناء القدرات في البلدان النامية، ثانياً الاتصالات في حالات الطوارئ، ثالثاً قضايا السياسات العامة للإنترنت بما في ذلك حوكمة الإنترنت، رابعاً تحصين أمن شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خامساً خدمات التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية وغيرها، سادساً القضايا ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة. أيها السيدات والسادة، بفضل الجهود الحثيثة والقيادة الرشيدة والحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يصنف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة ضمن القطاعات الأكثر تقدماً على مستوى العالم. إن سعي الدولة نحو توفير بنية تحتية للنطاق العريض في كل أنحاء الدولة إنما هو قرار استراتيجي من شأنه أن يؤدي إلى إدخال خدمات عالية الجودة وتطور في جميع المجالات كالتعليم والصحة والخدمات المالية وغيرها، والتي تلبي احتياجات وتطلعات المقيمين على أرض الإمارات ليس فقط بهدف إرضائهم بل سعيا نحو إسعادهم. ويأتي هذا الالتزام الجاد بمواكبة الابتكار الرقمي في صميم الخطط الوطنية الواسعة النطاق والمتمثلة بتعزيز التنوع الاقتصادي. وختاما، سوف يواصل وفد بلادي جهوده في التنسيق والعمل الفعال وبشكل وثيق مع جميع الزملاء الكرام من أعضاء الاتحاد ومع الدول الأعضاء، كذلك من أجل تحقيق توافق في الآراء وإحراز تقدم ملموس في كافة الجوانب الهامة المطروحة في هذا المؤتمر. وأنا بدوري إذا أتمنى لكم بذلك مشاركة ناجحة ومثمرة، وأن نسعى معا لضمان توفير سبل التواصل ونشر منافع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى دول العالم النامي لكي تحدث أثرا إيجابيا في تحديد مستقبلي الواعد. سعادة الرئيس، نتمنى لكم ولجميع الوفود المشاركة مؤتمرا ناجحا ومميزا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.